عندنا بطاطس مسلوقه ومهروسه، بيضه، بقدونس، كمون، ثوم، شويه دقيق، معلقه بيكنج باودر، وبقسماط، وبيض. ازاي نعملها؟ دي اقراص البطاطس. اوكي، دي اقراص البطاطس، حاجه شبيهه بالاكله دي شويه كده، بس اللي مش عايز يعملها كفته هيعمل مش عايز يعمل اللحمه المفرومه، الفراخ المفرومه، يعمل معانا الوصفه دي، برده حلوه جدا، وبرده للكبار والصغيرين، هي لذيذه ان شاء الله تعجبكم. ادي كده هنا هحط دي حوالي نص كيلو من البطاطس، سلقتها وبشرتها رفيع او هرستيها بالشوكه. خلاص كده، حط عليها بيضة، تمام، نص كوباية بقسماط، دقيق، يعني ناخد شوية كده، معلقة بيكنج باودر كبيرة، بيكنج باودر، تمام، شوية كمون، قولي معلقه صغيره كده، ثوم مفروم، هناخد بقدونس مفروم ناعم قوي، ناخد حبه كده كويسين عشان انا عماله اغذي في الخلطه، والملح والفلفل كمان، انا هوطي على العسل اللي انا بعمله ده، البونبوني اللي بعمله ده بغطيه عليه عشان انا محتاج ان انا كل شويه اقلبه، كل شويه اقلبه. ملح، فلفل، وممكن شطه، ممكن اشطشط دي شويه، وممكن لا، لو مش عايزه شطه بلاش، يعني مش اساسي. وابدا اعجن بقى. دي بقى حاجه بسيطه خالص اهي جدا، ما فيهاش بقى لا جبنه ولا فيها اي حاجه، هي البطاطس المسلوقه وسعرها حلو قوي اليومين دول. ممكن كفاية بيضة، بعدين نشوف هنعوز ايه تاني عشان ما نكلفهاش، مش عايزة اكلفها خالص، احنا حطينا بيضة جوه وبيضة بره بس. شوية ملح، شوية فلفل، وشوية مية او لبن عشان نكترها كده ونفكها. حاضر، تمام. اجي بقى هنا كده وامسك اعملها قرص كده، انا متوسطه كده طبعا الحجم اللي انت عايزاه. انا حتى هستخدم نفس الزيت بتاع الكفته، من كده، واروح منزلاه في البيض. كده، وبعدين البقسماط، واقليه في الزيت بس كده على ما يسخن الزيت بقى، عشان طفيت عليه من بدري. انا بطرح الكفته عادي مفيش مشكله، تمام، بس كده. يبقى هي كده القرص، انزله في البيض، اعمله بس قرص حلو ما خلوش شقق مني كده، حاضر، بيض، بقسماط، ونقلي. خلاص